دكتور قبل الفاصل قلت لحضرتك احنا اتكلمنا يعني الى حد ما عن الداخل الالماني، ويمكن السادة المشاهدين ممكن يكون حد بدأ يشوف هي المانيا من الداخل التركيبة السياسية او البنى السياسي بتاعها الفيدرالي على هذه الدرجة يعني من التعقيد. طيب المانيا مش فاعل اوروبي وبس، المانيا فاعل دولي بالغ الأهمية. قراءاتك الأولية أيضا مردود هذه النتائج وانعكاساتها على السياسة الدولية في عالم يعاني من جائحة كورونا، سواء بأبعادها الصحية أو الاقتصادية ومردودها السياسي أيضا. هستأذن معاليك بس هأضيف حاجة في الساحة الداخلية فضل. مهمة وأظن مش الناس مش واخدة بالها منها قوي. كلامك كله مهم يا دكتور. الله يخليك، هي مش جاية مني بس، اللي انتخبوا الأحزاب الكبيرة المسيح الديمقراطي والاشتراك الديمقراطي ناس كبيرة في السن، الشباب اختار الأحزاب الصغيرة سواء الخضر أو الحزب الليبرالي. يعني ده تغير نمطي في التصويت، في فرق جيلي واضح جدا. وبما ان ده مردوده ايه، بما ان حضرتك بتشتغل على الملف ده مردوده ايه او ابعاده ايه؟ عفوا ابعاده ان في مشكله ما بين الاجيال، الرغبه في التغيير، اهتمام كبير جدا بمشاكل التغيير المناخي والطقس، في اللي هي الاجنده الدوليه الحديثه، وفي ان الزعيمين بتاع الاحرار والخض ناس صغيره في السن، يعني الزعيمين بتوع الحزبين الكبار عندهم سن تقريبا 63 سنه. الخضر اظن هي مواليد 80 ديسمبر 80، فعتم 41 سنه، وبتاع الاحرار عنده 43 سنه. ففي فرق جيلي واضح جدا، والناس مش واخده بالها كمان ان الشباب اقل من الكبار في السن في المانيا. يعني الاقل من الهرم السكاني هناك، الهرم السكاني مقلوب، الهرم السكاني مقلوب، كبار السن اكثر من الشباب. الاقل من 50 سنه 40% من الناخبين فقط يعني. ف تمام، ففي مشكله. نقعد بقى للموضوع الدولي. الموضوع الدولي اظن بس لازم افكر ملف ملف، انه مش هيحصل تغيير كبير. المانيا ممكن نقول ان هو لاعب، هستعمل كلمه سخيفه وبعدين هظبطها، لاعب بليد. لاعب بليد مش سخيفه قوي يعني، ما تبقاش سخيفه. اه حضرتك قصدك يعني لاعب بليد من ناحيه انها بتشتغل على رد الفعل؟ لا مش بتبادر، هي ما عندهاش استراتيجيه. هي اول هي استراتيجيتها تجاريه، ما عندهاش استراتيجيه امنيه وعسكريه. ابتدت تطور هذا مؤخرا، بس بصفة عامة هي استراتيجية بتاعتها بعد الاقتصادي عندها كان هو الأساس، تنمية العلاقات التجارية مع الجميع، مع انتقادات للملفات حقوق الإنسان بنشاط يعني. فأنا هقول ده كذا وده كذا، بس هتعامل معاه تجاريا. أكبر في الغرب، أكتر دولة بتتعامل تجاريا مع الصين هي ألمانيا. فدلوقتي هتظبط ازاي الموضوع مع اتجاه مع تسخين الموقف ما بين دول الغرب او ما بين امريكا والصين مش واضحه، بس برصد ان هم وقعوا اتفاق عسكري مع استراليا مؤخرا، ففي غالبا برضه بيمسك الازمه الاخيره. طب بعد الازمه الاخيره، بعد الازمه بتاعت فرنسا، الاسبوع اللي بعديها راحوا وقعوا اتفاق تعاون عسكري مع استراليا، هو بيمسك العصاره من الوسط الحاجه. فمع بوتين ميركل عشان بس هو كده ما يبقاش لاعب بليد. سمحت لي حضرتك، يعني هو لاعب ما عندوش، لاعب لا يعتمد عليه عسكريا، ده قصدي. ده كده لاعب ثقيل الوزن، خطوته ثقيله، بطيئه في اتخاذ القرار. يعني الدستور الالماني موزع سلطات بحيث زي الدستور الايطالي، بحيث ان اتخاذ القرار تبقى عمليه صعبه جدا. كنت هقول برجع ميركل كانت، بس ميركل حصلت على استثناءات يعني، حتى واحنا بندردش في الفاصل ميركل حصلت في الجزئيه دي على استثناءات. اه طبعا، انفردت باكتر من حاجه في القرار بالظبط. بس كنت بقول حاليا ميركل كانت موقفها مثلا حازم جدا من الروس مع استمرار التبادل التجاري، بس مثلا في موضوع نافالني
قالت اولا التحقيق هي اللي عملته لان الراجل دخل مستشفيات يعني مسويه المانيه بس سمت الاشياء بمسميات عامه الدبلوماسيين ما بيعملوش كده واتخذت عقوبات بس ده ما منعش التعاون في حاجه تانية. الاحزاب مواقفهم من روسيا مختلفه بس يلاحظ ان الخضر شديد العداء لروسيا حاليا. الخضر والليبراليين طبعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي اقرب لميركل يعني انتقادات قاسيه بس استمرار تعاون. طيب في الاتحاد الاوروبي هي فرض قاعده الاقتصاد الالماني يعني خد حضرتك مثلا اليورو، اليورو بيساوي 2 مارك بالظبط. يساوي كم فرنك؟ هي 1.6 بوينت ما اعرفش كم رقم. بس هي يعني ناحيه الماركه هو ثابت. لان هو مارك جديد. ومعمول اليورو معمول لتلبيه حاجات الاقتصاد الالماني اللي هي مش زي حاجات الاقتصاد الفرنسي مثلا، بمعنى الاقتصاد الالماني اغلب التصنيع بيتم في دول اخرى، بولندا، دول البلقان، التشيك، حاجات كده. فهو محتاج عمله قويه عشان تكلفه المرتبات للدول الثانيه تقل. ومن ناحيه ثانيه هو صناعته ممتازه فممكن يصدر طالما سواء الدولار سواء اليورو بدولار او اليورو يعني تقصد حضرتك ان المساله الاقتصاديه داخل اوروبا قواعدها المانيه وترتبت مش هيبقى فيه خروج عنها. طيب او في ابتدى مع الجائحه ابتدى مراجعه. هو حضرتك بقى اخدت مني السؤال. كل القراءات السياسيه او حتى التقارير الاقتصاديه او حتى التقارير اللي بتخرج عن البنك الدولي او صندوق النقد الدولي مؤشراتها الواضحه او عناوينها الواضحه ان احنا في زمن دولي الغلبة فيه للدول التي تمتلك قدرات ذاتية. إذا غابت ألمانيا عن أو انكمشت عن الاقتصاد الأوروبي توابع ده إيه في فترة كورونا؟ ألمانيا هي اللي شايلة الاقتصاد الأوروبي فلا أتخيل إنها تنسحب أو وبعدين هي عندها مصلحة يعني مصالح متبادلة. ممكن نقول ان المانيا حتى مع تداخل هذه التيارات داخل الحكومه القادمه كل التيارات دي موافقه متفق على بعض الحاجات منها تنميه العلاقات مع الناتو سيب ملف النووي دي حاله خاصه وتنميه العلاقات بيعزز مع كمان فكره تنميه العلاقات مع الناتو التوجه اللي موجود في الاداره الامريكيه حاليا ان هي عوده واشنطن مره اخرى للناتو. هي كمان بايدن اداره الرئيس بايدن قررت انها مش هتخلص على الالمان في موضوع المشروع مع روسيا بتاع الغاز النوكسيم 2. هي فهمت ان المانيا بتواجه مشكله طاقه كبيره وان اجبار المانيا على الغاء المشروع هيكلف كتير وانه يستحسن انها تطنش وتطلب منهم حاجات تانية. يعني مجهود دفاعي اكثر جديه في ملفات تانية مساعدة ألمانيا في حاجات بس بايدن إدى كذا هدية لألمانيا ويكفي إن بلينكن وأنا صراحة استغربت وزير خارجية الألماني الأمريكاني جه قال إن ألمانيا أقوى صديق أو أعز صديق لهم في أوروبا. استغربت ليه؟ وإنجلترا فين؟ خرجت من بريكزيت خلاص في بريكزيت في اوروبا ما زالت لا بس بريكزيت خلاص لا هو كان بيتكلم على دول الاتحاد الاوروبي هو كان بيلقحوا كلام على هو لا دول يعني انا حضرتك استغربت بالنسبه لي هو دقيق في ال ده ممكن يقول بس اعتقد كانت مقصوده للبريطانيين والرساله وصلت الرساله وصلت يعني ما هنخش في قصص عبيطه طيب بايدن احنا خلاص احنا طلعنا لا كان في بيغلس وفي بليد فكده كده تمام. طيب هل تتوقع حضرتك طالما التركيبه السكانيه للناخب في داخل المانيا الهرم السكاني مقلوب اننا نرى حاله مشابهه لحاله ميركل انتخاب المستشار لفترات متعدده ولا ميركل تعتبر ما اقدرش اتنبأ بس الخريطه ما بتطمنش بمعنى ان اول مره من فتره التحالف مضطر يعني بالامر يبقى ثلاثه قبل كده كان تحالف ما بين حزبين
تحالف ما بين ثلاث احزاب دي اصعب، لا سيما ان رغم انه بيحاول حاجه وانا احاول عكسها، الخضر في وادي والليبراليين في وادي تاني، يعني سياساتهم للاسف متناقضه. وصلنا للدقيقه 60 ومع الدقيقه 60 بينتهي حوارنا، بس في اقل من 30 ثانيه قول عكس اللي حضرتك كنت عايز تقوله. الحزبين الخضر والليبراليين بيتكلموا بقالهم فتره مع بعض، فغالبا لقوا حل لإدارة التناقضات.